حادثة مؤسفة جدا، وحادثة أنا شايفاها من وجهة نظري ما تقلش حاجة عن سفاح التجمع. وبالصدفة إنه بطل الحادثة دي كمان مش مصري ولكنه عايش في مصر، هو أجنبي، شخص أجنبي طول عمره عايش بره، يعني هو أجنبي ومعاه الجنسية المصرية لكن هو طول عمره كان عايش بره وجي مؤخرا على مصر. إيه اللي حصل؟ اللي حصل إنه طبيب نسا، طبيب نسا عايش طول عمره بره مصر. شوف التشوهات اللي بتجيلنا من بره شكلها عامل ازاي. اللي معروف عنه هنا في مصر ان هو عنده 3 بنات، مقتدر ماديا، مدخلهم مدرسه انترناشونال في التجمع الخامس. الشخص ده اتضح او ظهر ان هو بيعتدي على بناته جنسيا. 3 بنات، كارثه طبعا، حادثه كبيره جدا هزت التجمع الخامس. الراجل ده اتحكم عليه ب 15 سنه سجن، 15 سنه سجن، والحكم كان سريع والتحقيقات كانت سريعه لانه قضيه تهز، قضيه تخض. فطبعا القضاء المصري وسرعته في اتخاذ القرارات وسرعته في الاحكام وخاصه في القضايا اللي زي دي حاجه طبعا مهمه ومحترمه جدا. المهم الثلاث بنات دول بيتعلموا تعليم كويس جدا وفي مدارس غاليه جدا، ابتدوا يستنجدوا، ابتدوا من البنات كانت صغيره في الاول فما كانتش فاهمه، ابتدت لما البنات تكبر تفهم اللي بيحصل فيها، ابتدت تستنجد بالناس اللي حواليها، ابتدى الناس اللي حواليها يساعدوها، طب لازم تثبتوا ان ده بيحصل، اثبتوا ده وراحوا اتقدموا ببلاغات، اتقبض على الاب. التفاصيل طبعا بتاعت القضيه تفاصيل مرعبه، لما تقرا تفاصيل القضيه تفاصيل قاسيه جدا جدا ومرعبه جدا جدا. خلوا اب بيعتدي على بناته جنسيا، موضوع مرعب وهو اجنبي، 3 بنات. لما جينا دورنا في تفاصيل القضيه لقينا انه البنات دي، هو شوفوا التشوه اللي بيجي لنا من بره برضو، حضراتكم عارفين طبعا البنوك اللي بره اللي الناس تروح هناك فتشتري البويضات او تشتري مش عارفه ايه عشان تخلف عيال. فطبعا هو اشترى البويضات دي وجاب البنات دول. اتضح ان هو البلد الاجنبي اللي كان فيه كان متجوز فيه وعنده بنت من مراته، حاول يعتدي عليها فمراته طبعا ما سكتتش وطردته بره البلد. لما طردته بره البلد طبعا جيب البنات دول اللي هو جايبهم عن طريق البنك وعن طريق البويضات اللي هو شاريها. طبعا هو حادثة مؤسفة جدا. المهم احنا معانا دلوقتي شاهدة عيان، انا مش هقول اسمها الحقيقي لان حفاظا عليها، ولكن هي يعني في تفاصيل القضية دي من بدايتها انا هسميها مي، ولكن هي اسمها مش مي، انا عارفة هي مين واحنا عارفين هي مين، وهي يعني كانت طرف اصيل وشاهد اساسي في هذه القضية. يا مي. ايوه. ازيك، عاملة ايه؟ الحمد لله. طبعا قضية كبيرة جدا وقضية مرعبة، ولكن الجيد ان هو خد 15 سنة سجن، وطبعا في نقض طبعا بعد كده، ولكن انا شايفة انه الحاجات ثابتة عليه. ادينا تفاصيل اكتر يا مي، ايه التفاصيل اللي عندك وبدايتك مع في معرفة البنات دول، 3 بنات دول؟ الثلاث بنات دول جت لي بنت هربانة من باباها في رمضان 2023. ايوه. من خلال كلامي معاها كنت لاحظت ان في تفاصيل خاصه بالموضوع ده، يعني بدات استوعبه من كلامها معايا. ايوه. ان هي هربانه، باباها بيضرب اخواتها وحابسهم هما الاثنين في اوضه. وبعدين عدى وقت وكان حصل مشكله بين باباها وبين والدين، واتهمهم اتهامات خطيره ما عرفوش يثبتوا منها اي حاجه في المدرسه. اتهم، لا قولي تاني الحته دي، مين اتهم مين؟ الاب اتهم ولدين من المدرسه عندهم، لكن حقيقه ما فيش حد قدر يثبت اي حاجه في الاتهامات دي، هو عايز يشيل التهمه من عليه، يعني هو ابتدى يحس ان البنات كبرت وهتتكلم فعايز يشيل التهمه من عليه. هو الحقيقه كان بيحاول يهدد البنات انه تعترف ان في حاجه حصلت بينها وبين الولاد دي، وهددهم فعلا، وفي منهم واحده كانت اتكلمت وقالت انه حط السكينة على رقبتها في البيت وهي اضطرت تقول كلام ما كانش بيحصل.
بس برضو في الاخر ما قدروش يثبتوا اي حاجه. تمام. مع الوقت انا كنت فهمت ان البنت اللي كانت هربت وجات لي دي واتكلمت معايا ان هي البنت الوحيده اللي كان بيحصل معاها الكلام ده، واخواتها ما كانوش في الصوره. بس بعد القضيه بتاعت الولدين دول البنات بداوا يدخلوا في الصوره وبداوا يفهموا ايه اللي بيحصل. لكن هو كان في اوريدي حاجات يعني زي تحرش، حاجات كده كانت قبل الفترة حتى اللي تم فيها الاعتداء على أختنا. هم أيوة. 3 اخوات بنات توأم ملهمش أم، ودي كانت صدمة بالنسبة لي. ما البنت قالت لي احنا ملناش أم، قلت لها ازاي؟ قالت لي احنا بابا عملنا في البنك البويضات وكان لنا الرحم المؤجر، واحنا كنا عايشين مع مرات بابانا وحصل مشكلة كبيرة. هي ما حكتليش حقيقة ايه، هو هرب لان هي بلغت البوليس بسبب ما، يعني كانت بتتكلم كانه عشان ضرب البنت يعني. بس اتضح في الاخر ان هو كان بيحاول يعتدي على بنته كمان اللي هناك. هو جاي هربان من هناك، وهو وصل لاتفاقيه بعت لها فلوس وان الموضوع ينتهي على كده. سبحان الله ان الام اللي هناك دي ما خافتش يا عيني على البنات الثلاثه، يعني هي يعني لا هي حامتهم. لا يعني الكلام اللي وصلني من البنات انه هي قالت له مالكش دعوه ببنتي، انت عندك بناتك التانيين انت حر فيهم كمان خدهم وامشي. كمان ف يعني اللي حصل بعد كده انه بعد القضيه اللي انتهت بانه ما فيش اي حاجه دي، كان ليها زميل فجيت كلم معايا وقال لي كذا كذا كذا. قلت له والله احنا ملناش ان احنا نعمل غير ان احنا نبعت للسفاره. انا كنت فاكره السفاره ممكن يبقى لها يد تساعد. يعني. ايوه. فبعتنا للسفاره، حقيقه السفاره حاولت تعمل حاجه لكن هم مش سلطتهم انه يتدخلوا، لانه في جنسيه مشتركه فكان لازم يبقى عن طريق الشرطه، والشرطه هي اللي تستدعي السفاره. كان ليها طريقه فهم وضحوا لنا الدنيا تمشي ازاي، واحنا يعني اديناها يعني هي ولد لها تليفون عشان قال لها لو كده صوري، يعني احنا عارفين حاولي تصوريه التصوير وهو بيعمل كده عشان خاطر تثبتي الواقعة. احنا عارفين ان التصوير ممكن ما ياخدش حقه قوي لكن هيثبت حاجة يعني. هيثبت طبعا. فروح فعلا بنت حاولت تصور كذا مرة وما قدرتش، باباهم نزل عليهم جامد. بس في مرة جت صورت ومبعتت للضابط، كان قريب صاحبتها او حاجة كده، انا ما عنديش فكرة قوي عن تفاصيل الضابط. وفعلا قدموا لها البلاغ واستدعوا السفاره، والسفاره وقفت مع البنات كتير قوي، وقفت معاهم جدا لغايه ما خلصوا القضيه. للاسف انه الضغط على بنتين، يعني انا مش عارفه منين بصراحه، منهم ان هم اتنزلوا عشان كده الموضوع وصل ل 15 سنه مشدد. يمكن عشان موضوع مادي، محتاجين ان هم يكملوا تعليمهم، محتاجين ان هم مثلا يسافروا. والله جايز انا مش عارفه ايه التفاصيل بتاعت البنتين دول، لاني انا يعني دايما بس حتى لو هم اتنازلوا عن حقهم الدوله نفسها مش هتتنازل لا عن ما حقها. هي دي فعلا دي حقيقه. أيوة. البنت الثالثه رافضه التنازل خالص. ايوه. البنت دي اللي صورت الفيديو، فاعتقد انه يعني هي متمسكه قوي بالموقف. هما البنات دول عندهم قد ايه، كام سنة؟ حاليا عندهم 17 سنة. وبيحصل فيهم كده من هم عندهم كام سنة، عندك معلومة؟ انا اللي اعرفه ان التحرش بدأ من سن 8 سنين. كام سنة؟ 8 سنين 8 او 9 سنين. سنين انه كان. وبعدين يعني انا من اللي انا عرفته ان هو مش فكرة انه لما شافهم مع الولدين فقال انا اولى، لان الكلام ده اتقال كتير قوي. اللي انا اعرفه ان في بنت منهم كان من قبل الموضوع ده، فاذا هو من قبل 2003. لا وبعدين عنده حادثه في البلد اللي هو كان فيها، اللي هو منها عنده بس حادثه تانية ان هو كان أنا بيعتدي على بنته وست. انا الكلام واصلني من بنت منهم. طب لكن انا عايزه اسالك سؤال، عايزه اسالك سؤال. انا عارفه ان هو اعترف، انا عارفه ان الاب اعترف في المحكمه ان هو عمل اعترف كده. دي حقيقة. غريبه انه اعترف، اعترف ليه؟
هو اعترف اعترافات غريبة ومتفرقة، يعني مرة قال أنا لما شفتهم مع الولدين قلت أنا أولى، هو لكن اعترف هو بكده مع في المحكمة، الاعترافات قال كده ولا في يعني تحيات أنا النيابة؟ حسب اللي قريته يعني. ايوه في مرة راح قال أصل أو اللي أنا شو اللي أنا قريته عن كلام تاني، يعني في أوراق ايوه في حاجات في القضية إنه في مخدرات ومش مخدرات، طبعا غير كلام غير صحيح. الراجل ده عاقل جدا يعني، دماغه متوازنة لا مليون دماغه ضعف. طبعا، اللي يروح يجيب بويضات ومن البنك البويضات يعني ده رفاهي. وبعدين انا طبعا سمعت كمان ان هو عنده اولاد تانية في البلد اللي هو كان فيها، انا اللي سمعت ان هو عنده عنده 18 ولد وبنت من المبويضات 18، هم يعني اجمالي 18 بالثلاث بنات، يعني ابعاد 15 وكلهم بيتجوزوا. بلا ام. لا كلهم زيجات الا الثلاث بنات دول، اه الثلاث بنات دول بس لكن هم ما اللي من ينفع البويضات اللي من الشرط ان هو البنك. يجيب حد ما لهوش اهل يسالوا عليه. ايوه لكن التفاصيل كلها، يعني هو في التحقيقات قايل انه هو لما شافهم مع الولدين دول اضطر يعمل كده. بس انا اللي اعرفه انه البنت جات لي في رمضان 2023، ده كان قبل الكيس بتاعت انا عارفه ان المخدرات هي قالت اصلا، لك ان هو بيحاول يعتدي عليها من زمان، وكانوا ان بيعتدي هو عليها من زمان او من اوريدي وياه. بيعمل الكلام ده، طب انا وهي كانت بس اعتقد انها التحقيقات تتمرن اكتر اثبتت قبل ايه؟ الكيس. التحقيقات اثبتت ايه؟ التحقيقات نفسها اثبتت ايه؟ التحقيقات ما قالتش اي حاجه غير ان هو معترف بغض هو النظر، وفي معترف. بنت ما رضيتش تتنازل، وعارفين ان البنات التانية متنازلين تحت ظروف والسفاره لحد دلوقتي واقفه جنب البنات؟ جنب البنات. اه يعني مش سايباهم. لا طبعا طب مصير البنات ايه؟ هل هيترحلوا تاني على البلد اللي جم منها، ولا هيفضلوا قاعدين في مصر، ولا ايه؟ يعني تعرفي مصير البنات دول ايه؟ هم كانوا بيحاولوا يتواصلوا مع مرات الأب إنه هي تاخدهم، أو هيضطروا يستنوا لغاية ما يتموا 18 سنة ويبعتوهم، أو هيروحوا ليه يتحطوا لحد في ما دار يستلم رعاية. دار رعاية هناك في البلد اللي هم منها؟ انا عارفة ان بالظبط اه لا، او بيروحوا اسر بديلة في البلد، اللي هم فيها ممكن يروحوا اسر بديلة تتولى. بس أعتقد البنات يعني هم مش عايزين كده، عشان ممكن يفرقوهم، ويعني أنا شايفة إن هم كمان اتحرضوا لظلم جامد جدا، فكفاية كده طبعا يعني، طبعا كفاية طبعا يعني. أنا شايفة إن هم يعني طبعا أنا شايفة إن هم دلوقتي تحت رعاية السفارة، مخلية بالها منهم كويس، عاملة لهم حراسة كويسة، عامله لهم مش حراسة عايشين في البيت كويس، ومقعدة أصحابهم حد معاهم. معاهم يا مي، مقعدة حد معاهم. لا أنا ما أعرفش حد قال، لا بس أنا عارفة إن عليهم حراسة ورقابة. طب وبيحضروا المدرسة عادي ولا مش لا بيروحوا هما المدرسة؟ للأسف أول فترة حصل كده، البنات لما بدأت تعترض وبدأت يبقى لها علاقات بأصحاب وكذا، هو خايف قعد بنتين منهم، عمل لهم هوم سكول وقعدهم في البيت تبع مدرسة معينة، بس هم هوم سكول. البنت الثالثة هو عشان كانت جامدة شوية، فكان بيساومها دايما على موضوع انه هتعملي اللي انا عايزه، يا اما مش هوديكي المدرسه، فهي البنت كانت بتعشق المدرسه انا سمعت كمان ان هو كان بيغير عليهم يعني جدا. جدا ايوه سمعت. جدا، كان بطريقه صعبه لدرجه التهديد، بيهدد اصحابهم كلهم، مش عايز حد يقرب لهم خالص، مش عايز حد يتكلم معاهم. فطبعا الناس هتفتكر في الاول ان هو وهي دي ان هو حقيقه، اب ده اللي قاسي حصل، ما شويه هو او حاجه، ما الولدين دول لكن عمر ما دول حد كان هيتخيل ان هو بيعمل كده فيهم لا يعني. لا لا خالص، هما الولدين دول كانوا زملاء عادي جدا، وهو كان عايزهم يبعدوا، فاضطر ان هو يعمل يعني التصرف الغريب ويوصلهم بس لمرحلة كتر خيرك المحرم. انك وقفتي جنبهم يعني، كتر خيرك انك وقفتي بصي جنبهم. هو مش انا لوحدي الحقيقة، في ناس كتير وقفت معايا، يعني زميلها اللي اداها الموبايل ووالدته، وناس كتير وقفوا مع البنات، واحنا متعاطفين معاهم جدا الحقيقة. وهم يعني لولا البنت طبعا التالتة دي، هي كانت يعني جات لها الجرأة انه تعمل كده، لانه اكيد لو كانت اتمسكت يعني كان ممكن يعمل فيها عمليه مش طبيعية. فانا مش عارفة حقيقي يعني هي بطلة الموقف يعني. ربنا ربنا يكرمها وربنا يقف جنبهم، ودول عدوا بظروف صعبة جدا. تخيلوا ام اب يعمل كده في بناته، تخيلوا احنا يوم القيامة قرب والله. فده طبعا مجرم، ده مجرم. ولكن هرجع واقول ان القضاء المصري انهى القصة دي بعنوان جميل اتكتب على الصحف كلها، وهو 15 سنة حبس مشدد لهذا المجرم. والحقيقة ان القضية كانت الحكم فيها سريع جدا، والتحقيقات فيها سريعة جدا، وان البنات دي حقها رجع، والبنات دي خلاص دلوقتي
بقت في امان والحمد لله، وده طبعا لانه القضاء المصري قضاء سريع، وخاصه في هذه القضايا الشائكه اللي بتهدد امن المجتمع المصري. وهرجع اقول ان هو شخص مصري ولكنه اجنبي كان عايش طول عمره بره، وهي دي التشوهات للاسف الشديد اللي بتجيلنا. طيب.